إلك كحمام الروق فطر وفلي غصوني زرتني من شوق مرحبا من زار هني لبارحة مزروق من مرام حصوني وبتلي تبعوق عامر والحذار هنيك كحمام الروق فطر وفلي غصوني زرتني من شوق مرحبا من زار هني لبارحة مزروق من مرام حصوني وبتلي تبعوق عامر والحذار يقول كحمام الروق فطروف الغصوني زرتني من شوق مرحبا من زار البارحة مزروق من مرام حصوني وبتليت بعوق عامر والحذار. هذه عامر بسليمان الشعيبي مطوع. يوم سعد السعود يوم سعد السعود أشوف شياب متيلسين مريحين أسمع أخبارهم وعلومهم وسوالفهم وكلامهم وحديثهم وقصصهم وخراريفهم وكل اللي معهم بنسمعه الحين. ويوم سعد السعود السلام عليكم. يقول لك عندهم البادة نوعين، بادة صغيرة وبادة كبيرة. الحين بنبدي الصغيرة وبعدين بندخل البادة الكبيرة. عندنا بادتين هي الكبيرة. واحدة يوم الجمعة يسترسقوها يوم الأحد. وواحدة من يوم الثلاثة يسترسقوها من يوم. وفي بادة صغيرة. وفي بادة صغيرة يوم الخميس وواحدة يوم الأحد. عليك الخمس أيام عليك العشرة أيام بعد. أول بنسمع البادة الصغيرة. بادة صغيرة. تم نصف النهار بادة صغيرة خلي بالحيس 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 تبو ميدان؟ زين؟ وأوزن لحم من واسمك من وسيفي بيدي وناسنه أنته من واسمك من اسمك عرفه وناسنه. يمكن الكثيرين منكم يعرف الشاعر غريب بن مبارك العلوي من عقداء الطرب في الشرقية، ما بس يعني في جعلان بن أبو علي، من عقداء الطرف في شرقية جنوب ومعروف يعني حتى على مستوى السلطنة.
ويرمس وشاعر ومثل ما يقولوا فنان شامل، كل الفنون موجودة معه. لكن يقول لي سالم خلاص أنا الحين عاد الحين طيحت بعير لا في الأرض يعني، لكن بعده وحن بالصدفة وحن جايني واستمتعنا طبعا مع الشياب كلامهم وسوالفهم على الأفلاج وغيره، لقيناه هو موجود هنا. يقول لي سالم الحين خلاص يوم تباني تعال لي هني. إيش اسم المكان؟ اسمه حيرة السندة. حيرة السندة دي. حيرة السندة. ودايم هني أنت؟ دايما. وأنا عندي بيت يعني بل. نعم. لكن هي تقعد مع الشياب. عند الشياب هم اللي دور مين ما يبوني أكون. نعم. وأنت منهم الشياب؟ أنا منهم الشياب. حد منهم يقول معيهم يقول لهم شايب. شايب أنا شايب وخادم لهم بعد. نعم. جزاك الله خير. ما عليك زود. الوالد يعني يوم تقعدوا هني وتجلسوا مع بعض تقولوا قصيد ترددوا قصايد كلام الأوليين وقال فلان وقال فلان؟ أقول كل شيء أقول. يقول يا صاحة الدار إيش هناك حفي الصدر عند عاموري وكل السبايب لمصرية طبناك تحليس لمصرية ويوم صاحة الدار إيش هناك حفي الصدر عند عاموري بيت واحد يقول بصاحة الدار إيش هناك حتي الصدر عند عاموري وكل السبايب لمصرية ومناغ تحليس لمصرية ويبصاحة الدار إيش هناك حتي الصدر عند عاموري. أي وحدة الحين حن بنقول لك ترابين الحين حن وضو الصايق حيرت سندر جايين اللي حيرت بردين لاني ببدي بسلامي لشبخ انشراف بتحية لأهل الفضيلة اللي يجسموا الحق بانصاف نذيحوا بسدود المديرة. قال لي ود الصايق صدقك إن الحق وقاف يلهم ميادين وخجيلة وإن أنا حقوم الحرب وميخاف ولا بدلوا شيء بديلة. قلت لاني أقول لهم ديرة قم من دور نواف يمشي بسمعات طويلة وأنا هيئت الألف والكاف أفنتهم من كل جبيل. قال يقول هو يقول أني بزايد أنك زايد وصاف كلهم ولد عم من صليلة ولا سلفني شوف ينشاف ودعتكم حالهم بخير. يقول لك أبو أيوب كان لاعب في نادي الوحدة لاعب كرة قدم اعتزل كرة القدم هو من المؤسسين يقول من مؤسسين نادي الوحدة اعتزل كرة القدم والحين تبع الفن صحيح؟ صحيح نعم نوعا ما لكن ما بالمئة بالمئة كل فن لكن نوعا ما يعني والكلام اللي بقوله مو من كلامي مو كلام اللي حافظنا ومع المطربين الباجين والشعراء الباجين. نعم حنفظ بل أقولك ميدان ولا أقول هات ميدان ميدان يسلم سالم واليما عسلام وجينا وقت الليل ومغربي شلوا اتفق بترحبوبي وكنتم ناسن بترحبوبي أنا بنثر عليكم لليماع سلام بمعطر بهيل ومغربي مغربي هيل زعفران زعفران بمعطر بهيل ومغربي معي يلبة الزرع بمدح من فال ولدي وامتحن عنبر بندفلك الورس ودهيني ودني على شور ودهيني يا ربعي في المقام بمدح من أمدح المسك أو أمدح العنبر كلهم حلوين المسك والعنبر زين كلهم حلوين. ملوت عراسي مري تسبح ملوت عراسي مري تسبح والوادي يقرطح ذي يريده روحي بهواكم مري تسبح بسبح هواي الذي أريده إن شاء الله. في مكة علمهم رسالة الإسلام في مكة علمهم رسالة الإسلام وهلال الذي هل يستاهل الهلال الذي هل يستاهل كلهم الوادم صحيب اللي سالم صديقي صحيب اللي أنا بنثر عليه جمع سلام سلام وتح أنا بهد أنا بنثر عليه جمع سلام سلام وتحيات يستاهل سلام وتحيات يستاهل هذا هذه ميدان
رزح الله رزح الله يسلمك حياة الله يغفر له ورحمه الشايب حافظ المسكري جالس في مقرنتين في العيجة جالس في مقرنتين وكان زمان العيجة هوري هوري يتعبروا من العيجة إلى مقرنتين هوري جالس في مقرنتين وقال أنا بروح العيجة يوب راح العيجة لجا راح عند الحصن حصن لجا حياة الأمير علي بن عبد الله اللي هو الأمير الشلي ورزحة دائما دائما رزحة ميدان حامج سادن وتكلم قال بتكلم قال تفضل قال الشايب حافظ يقول تقبلوا تحية عبد من عباد الله يا معدن اليود ونهور الماليات الله أكبر من وفق السنة محلا وفق حصن الأمير الله أكبر من وفق السنة محلا يحلى علي من سنين الماضيات عندهم ولد هناك ولد واحد ما هو صغير عمره 17-18 من العيجة قال ولد يقول يا مرحبا بحافظ وحيا ملتقى يا ابن محمد لك رسوم من عاليات علي ضو الأمير وكلنا في حذا حذا يعني سيارة علي ضو الأمير وكلنا في حذا سور مضرنا في حل الكائنات قال حافظ قال حافظ قال حافظ يقول غنم علينا من كف واسع فضاء غنم يعني عطنا فلوس غنم علينا من يخاطب الأمير غنم علينا من كف واسع فضاء وسقي القبايل من شط دجل الفرات يوم شيخنا مجرب قرطاس ودواء وينقي الكلمة تسوى 300 يعني 300 قرش وينقي الكلمة تسوى 300 قال سويل صغير قصر حلو بروشانة لشايبي ببناء وعلى الحصن 7 بيارق ناشرات أنا وحافظ كلنا العشب نرعاه مشي خشب عندنا ولا قلة شاملات تعطوا حافظ عطوني أني ما يصير تعطوا حافظ أكيد عندنا نخيل ولا عندنا قال حافظ قال حافظ يا ابن محمد قصيت البصر والسداه وتعاجبت محاريب السباعيات اتبع ثواري شايبك ومشي قفاه أنا فطها والعودة وانت في عباد في عباد روح عنا علي أنا روح عنا قال صغير يقول لنزل 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 ولدك يا شايب سامح خطاه أهل المعزة والعقول الكاهنات أهايب الشايب روح بالدهر ورماه وانت كبيري من سنين الماضيات ما هو بعد وخلاص صح فلا وازمكم حنبعنا وشرينا ما نهاب الموت يوم ازدحام ما نهاب الموت يوم ازدحام في لوام ذبكم حن بعنا وشيري ما نهاب الموت يوم ازدحام ما نهاب الموت يوم ازدحام وندي الواجب يلي علينا ليخون العهد داس الملام ليخان العهد داس الملام في لوازمكم حن بعنا وشر ما نهاب الموت يوم ازدحام ما نهاب الموت يوم ازدحام وندي الواجب يلي علينا ليخان العهد داس الملام ليخان العهد داس الملام في لوازمكم حنبعنا وشرينا ما نهاب الموت يوم الزحام ما نهاب الموت يوم الزحام وندي الواجب يلي علينا لي خان العهد داس الملام لي خان العهد داس الملام رد عليه حياة ودنقي ودنقي رد عليه خلعت خميس الله الله قال ودنقي يقول هذا من اللي قال قبل هذا جميل مبارك نعم. اللي تكلم جميل مبارك نعم. جميل مبارك معروف قال السنيدي قال ودنقا يقول تعتزوا عدنا يوم ينا اعتزينا صفكم وافي ما يلحق الوهم صفكم وافي ما يلحق الوهم وتعتزوا عدنا يوم ينا اعتزينا صفكم وافي ما يلحق الوهم صفكم وافي ما يلحق الوهم ولو تحلفوني مثلكم مرينا صفكم وافي يا صف التمام صفكم وافي يا صف التمام وتعتزوا عدنا يوم ينا اعتزينا صفكم وافي ما يلحق الملام صفكم وافي ما يلحق الملام تعتزوا عدنا يوم ينا اعتزينا صفكم وافي ما يلحق الملام
صفكم وافي ما يلحق ولو تحلفوني مثلكم مرينا صفكم وافي يا صف بين تمام صفكم وافي يا صف بين تمام يوم سعد السعود يوم سعد السعود اي ما اعرف كيف حالك ابوي انت بخير يوم سعد السعود يوم سعد السعود ما سمعت السلام عليكم عليكم السلام سلام كيف حالك ابوي الله يعطيك بخير الله يعطيك العافيه مرحبا شوف شكي كلمتين معك ماشي يوم سعد السعود يوم سعد السعود احسن يوم سعد السعود يوم سعد السعود الحي يعود ان شاء الله الحي يعود بس هنا مره ثانيه احسن يوم سعد السعود حمد الحظ مردود يوم سعد السعود الحظ مردود يوم سعد السعود يبقى قب ولعود يوم سعد السعود يبقى قب ولعود يوم سعد السعود لا يبقى قب ولعود صحيح يوم سعد السعود لا يبقى قب ولعود وانت تحسبوها هذه الحسبات اكيد نعم تمشوا عليها اكيد فعلا يوم سعد السعود لا يبقى قب ولعود اجابته صحيحه مبروك فزت معنا بجائزه مقدمه من تلفزيون سلطنه عمان تفضل تفضل احسنت شيخ الخاطر احسنت جزاك الله خير مشكور يوم صبح باس جديد ما يرد الريح وغمام لي صيت دايم يزيد متعسفات بالليل وعلى ظهورهن وعالمين منسيت رعب دان الغمام من سعر قاب الفارسين هذه شلة الشيخ ياسر مسلم يا ابنه صوت وسط يوم الحرب هو يا ابني هذه يا ابن الشيخ ياسر ساعد مهمين ابن شام وعلى ظهورهم والمين منسيت ربدان الغمام تنسى على قاب الفارسين كان عنده خير اسمه ربدان وعاد يعي قابلنا من الشيخ بسنين ذاك الزمان كان مايل الشق قص عقال يوم الشق ثقيل مني طبعا يعملوه في الغربه مني يعملوه في المكان في الشق الثاني اذا ستعادل يكون قابلنا مني قابلنا عقال مرار بقول مرار والحبل صح كان مايل الشق قص عقال وسمنك وحد يا البرازيلي كان مايل الشق قص عقال وسمنك وحد يا البرازيلي صفت مع البوش ومصيحه الناقه يوم تكون في السباق وتعبت شوف يوم صفت عندي انت اي سمي صفت صفه معناته ما بتلحق كان مايل الشق قص عقال وسمنك وحد يا البرازيلي صفت مع البوش ومصيحة ولا ترد بعينك على مصيحة لان ريتها تبعد قصة عقال لا تعين هاي البرازيلي يعني توقف معني معك ما يحتاج يزيدك معني معني معك يو 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 يا 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 كان ما يلشق قص عقال وسمنك وحاد يا البرازيلي هلي هلي وسمنك وحاد يا البرازيلي يا 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 يا
طنق صفات مع البوش ومصايح ولا ترد بعينك عيلة مصايح هلي هلي ولا تعينها يون بير يو 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 ولا ترد بعينك على مصر هاي حاولت عينها يود برازي ملفح ما فيه ملفح ما فيه ما بهو الأولي ما بهو الأولي ما بهو الأولي ما بهو الأولي لو الأولي ما تيعدل عصر الخميس سقيت زرع الفوادي من مبسمين ما هو راعينا لنا هو يا رب تسقي دار هيفا بنت لي بيادي انزين الحين سؤالنا يقول حصن الأسود وين؟ حصن الأسود وين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ بخير وعافية. أنت بخير؟ ماشي الحال. الله يعطيك الصحة والعافية. أنت بخير؟ بخير نعم. مشكي بس. بخير وعافية. أنت بخير؟ بخير وعافية. الله يعطيك العافية. حياك الله. الله يحييك. علوم خبر؟ ماشي. أبداً. يا مرحبا. في علوم. ماشي. ماشي خبر؟ بهو. يا حي محتاج. قالوا إن معك ميدان. ما يقول. هذيك عامر. عامر يقول مع الميدان. من عامر؟ المصور. لا ما أعرف ما يعرفني يقول. يعرفك؟ من اسمي. ها؟ من اسمي. متى ما يعرفك هاي؟ لا خلقتني ما يعرفني معني دام يقول من أفلان ما يعرفك ما يعرفني يقول بخبر من يقول لي قصيد لا لا خبرني الحين بيجي وحده لا لا أها أنت قول هو يقول بيجي وحده أقول لك تغدى بعدين يتعشى بك لا أنا بتغدى لا تغدى أها هو بيتعشى بعدين لا لا زين تغدى لا حول الله تقول طفل الصغير وايبكيه طفل الصغير وايبكيه وايبكيه ياكل غداي وعش عيالي لكن سيدي هاي الحق وايبكيه غداي وعشاي وعش عيالي ما يستوي ما يستوي ما كان عنه ما قال لي يقول أقص النخل مني يقصه ومني ينزل يعني أقص النخل والنخل منقص أقص النخل والنخل منقص وكبروا عيالي من عيوني لكن أي السنة والنظر ينقص أشكي عتابي من عيوني مع الله مع السلامة زين يقول لك حصن الأسود هين حصن الأسود في العين أي حصن الأسود أه؟ في العين في العين عين الآدمي عين الآدمي ما تغير أبدا ما تبدل أبدا بعد ما هو حصن الأسود هو في العين هذه حصن 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 إيه؟ لا حصن حصن الأسود حصن الأسود في العين معناه لا 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 حصن حصن بناية حصن بناية أيوه والله ما أعرف عنه حصن الأسود ما أعرفه ما تعرفه لا حصن الأسود عرفتوه وين الأسود والله ما أعرف أحسنت جزاك الله السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك الحمد لله بخير حصن الأسود وين ها حصن الأسود حصن الأسود والله ما أعرف حصن الأسود وين حصن الأسود والله ما أدري بصراحة تعرفه لا بس توقع بحزن حصن الأسود هين والله توصل من عاد لا والله بلاعبك شل واربع شل وشرب السمن من طلالعنا حن عندنا اللص اربع شل ومن بوشنا ومن طلالعنا لكن ما علينا من اللص ولو ينقص وانتني لبنات ولو ينقص حن عندنا اللص اربع شل من بوشنا ومن طلالعنا حصن الاسود وين؟ حصن الاسود؟ حصن الاسود؟ الحمراء في الحمراء لا حصن الأسود في العين بهلا حصن الأسود وين اي ذراني ها هذا موجود انا اسالك هين حصن الأسود حصن الأسود ماشي حصن الأسود ماشي لا ما موجود يعني ماشي بر لا حصن الأسود حصن الأسود اختيارات فيه
شي اختيارات؟ لا عندنا اختيارات، حسن الاسود. ساعدني باختيارات بجاوب ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. انت بخير؟ الله يعافيك. سمعني. يقول لك حد راح ديره، ديره شبان الفعل، والمنجل تزاهي بقصوره وغرفه، عذق العتابه متهب عليه بوتين، والمنجل تقصر علينا غلطه. ولا ايش عندي معك سؤال؟ ايش عندك؟ ميدان؟ ها؟ ميدان ماشي؟ ميدان كله مال القديم، مال اللي نسمعه في التلفزيون، وين اللي هو المطلوب؟ ايش بقول لك؟ الحين مشكله ما حاضر ترى. يوم نشوفكم انتم قديم وقديم، هنا القديم. قديم. ايش بقول لك والله يا سالم؟ ترى يوم نشوفكم انتم احنا تلخبط ترى، انا كل شيء يطير. يلا قول بالعكس. زين. خير عليكم. فاتح خير ان شاء الله، لكن قلت لك انا مالي عن قعلان. عن قعلان يقول لك ايه اللي هني. قلت لك ان يعني قاعد في قعلان منطقه اسمها حدره. يوم وصفت لك يا قلت لك حدره حديره ديره شبان الفعل، والمن يرد زاهي بقصوره وغرفه. مناطق قعلان هي اللي هني، من يرد وحدره. ماشي قصيد غير ذي؟ والله ايش بقول لك يا سالم، كل حي غاب. زين سؤال معنا يقول حصن المن حصن الاسود وين؟ اعتقد مقنيات في عبري. حصن الاسود؟ كنا كذي اعرفه. متأكد؟ مقنيات في عبري. متأكد؟ متأكد نعم. متأكد؟ مقنيات في عبري. ما تغير؟ والله ما غير، إيه اللي عارفه. ما تبدل؟ ها؟ أه؟ ما تبدل؟ ما بدل نعم، إيه اللي عارفه، إذا كان شيء غير مكان ثاني شابه حصن الأسود. إي صحيح. أنا أقول صحيح 200 200. متأكد؟ 200 200؟ 200 200. في معك قصيد؟ قصيد؟ ماشي يحضرني بصراحة الحين. لا مشي مشي. لا ابد وذي هو بدوي هو عندك قصيد. حطني والله لو شيء عندي كان بيب لك اياها. لا والله ما من عليك فالك الطيب، لكن لو عندي لكن ما عندي والله. والله بامان قصيد مع صلاح والله. اما انت مشي والله مشي والله مشي طيب يا ترى مشي لو شيء كان طيب يستاهل. مشي 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 عندنا والله يا صالح والله خاف عنك شيء. قلت لي والله في منطقة اسمها مقنيات في عبري، إيه اللي عارف حصن الأسود؟ كان مكان ثاني شابه ولا شاء الله أعلم. لا هو إجابتك صحيحة، حصن الأسود في عبري في مقنيات، إجابتك صحيحة، فزت معنا بجائزة نقدية مقدمة التلفزيون صوت عمان تستاهل، تفضل. مشكور. جزاك الله خير. جزاك الله خير. قلت بتغرود خيل؟ أها بتغرود خيل. العرف ألفت المثال وانضمت حروف معجبات، صلوا على خير الأنام في نظرة للعاديات. والباب دينا بالمثال خلوا المسامع حاضرات، بنعيد خيال الرجال أهل الفخر والطائلات. والتاتراية وبالنظر يحيوا دهور ماضيات، نالوا المعزة والفخر يلهم خبار شاهرات. والثواب من حالهم والنصر من كل الجهات، ما فكروا في مالهم أبذلوا ميات في ميات. والجيم جينا للفرس يله وصوف كاملات، ضد العداء انس وجن وانس دم المعارك خايضات. والحاح يا ودهر مضى ذيك السنين الماضيات، ساعة بدل خيل وفضى احيت قلوب ميتات. والخا خبرهن في عمان في كل ديرة زاهيات، يلهن تواريخ وبيان وقت الحروب المعضلات. والدالة دائما لأهلهن والدايم الله دايمات، حي وحي بشوفهن يوم يتبادن مجبلات. الدال ذمن البخيل ما ينتيب في النايبات، لو كان له مال يزيل حاله وما له ثانيات. والرار خصم على الكريم يلي يعز الصافنات، بيكون حظه مستجيم دايم كفوفه ماليات. والصين سعيك يا البشر ليكون لا شرب ومقات، إذا جاد زهرك باليسر خلي يدينك باسطات. دانيت يا مكل من يداني يا العيد يا كافي الضخاير، ذكرتني لبس الزماني، هذه السنة طاحت غوانات تسمع صوت اليماني. أحسن تحبني من فوادك ما يستوي حب اللساني، لولك محبة في ضميري كان استوي لك عود حاني. لكن أهلكتني وسقمت روحي حبك عذب يا الأزمراني، أرض الصبخ ما يزين بس الهيل لو يسبدوها بزعفران. تقول بدمان قال كوليل، يقول كوليل تعاون انسلبه وزماني، أرمن على راسي مصيبة خلن سعيد لقلب حاني،
بضرب مثلث عيد قلبي من كان يفهم للمعاني بس المثل بيني وبينك أنا بنتلاقى يا العماني ناس يقولوا اليوم خامس واني أقول اليوم ثاني أحلمت لي بذبان خلي وأحلمت خلي بذبان يودان داني يودان دان يودان داني يودان دان يودان داني يودان دان بقول يا الله يا الله من الزمن وعذا يا أبا يا الله هاي يا عيني يتعاونن سلمة وزمان يتعاونن سلمة وزمان يرمان علي راسي مصيبة خلان سعيد القلب حاني خل القلب حاني بضرب مثل سعيد يا قلبي من كان يفهم للمعاني من كان للمعاني بزير مثل بيني وبينك البان تلاقى يا العماني البان تلاقى يا العماني ناس يقولوا اليوم خامس واني اقول اليوم ثاني يعني اقول اليوم ثاني وحلمتني بذبان خلي وحلمت خلي بذباني وحلمت خلي في ذبياني والخاتمة أوصي عليك مدفن سيار الزعفراني